بسم الله الرحمن الرحيم معالي السيد أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية معالي الأخ العزيز السيد محمد بن عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة السيدات والسادة الوزراء السيدات والسادة سفراء الدول العربية الشقيقة السيدات والسادة الحضور الكرام يسرني في البداية أن أرحب بكم جميعا في جمهورية مصر العربية التي تعتز دائما بضيوفها الكرام من كافة الدول العربية الشقيقة حيث نشهد اليوم الاحتفال بمرور خمسين عاما على انطلاق العلاقات الدبلوماسية والأخوية بين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة وهي الاحتفالية التي تعقد برعاية كريمة من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية تحت شعار مصر والإمارات قلب واحد وبمشاركة هذا الجمع المتميز رفيع المستوى من السادة الوزراء وممثلي حكومتي البلدين والسادة سفراء الدول العربية الشقيقة وممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني المصري والعربي بالإضافة إلى ممثلي المؤسسات التنموية الدولية والإقليمية كما يسعدني الإشادة بروح الأخوة والتعاون التي كانت وراء اطلاق هذه الاحتفاليه التي تمتد على مدار ثلاثه ايام لتغطي مجالات التعاون الاقتصادي والاستثماري والثقافي السيدات والساده ان هذه المناسبه الغاليه تمثل فرصه مهمه يجب علينا ان نستثمرها لتنميه القواسم المشتركه وتاكيد معاني الاخوه في الجسد العربي الواحد فدوله الامارات العربيه المتحده كانت دائما اول المساندين للدوله المصريه في ادق اللحظات الفارقه في تاريخها الحديث ومصر وابناؤها كانوا دوما حريصين على ان يسهموا بجهودهم على ارض دوله الامارات من خلال عملهم في مجالات التعليم والصحه والثقافه والقضاء وكانت حبات عرق المصريين حاضره وبقوه الى جوار جهود اشقائهم في بناء معالم دوله الامارات الحديثه التي نفخر بما حققته من انجازات عالميه على كافه المستويات. الحضور الكريم ترتبط كل من جمهوريه مصر العربيه ودوله الامارات العربيه المتحده الشقيقه بعلاقات تاريخيه وثيقه وممتده في مختلف المجالات. وينعكس عمق واستثنائيه العلاقات المصريه الاماراتيه التي تمتد جذورها الى الراحل الكريم الشيخ زايد بن سلطان ال نهيان مؤسس دوله الامارات العربيه المتحده لتزداد عمقا ورسوخا في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه واخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ال نهيان رئيس دوله الامارات العربيه المتحده من خلال حرص القياده السياسيه في البلدين على تبادل الزيارات دائما فقد جمع بين الزعيمين لقاءات متعدده خلال السنوات الاخيره تكللت بلقائهما على ارض مصر في اغسطس الماضي في اطار الرغبه المشتركه في تبادل الرؤى بشان القضايا الدوليه والاقليميه والاوضاع الراهنه بالمنطقه العربيه والتاكيد على اهميه توحيد الجهود الراميه إلى إرساء دعائم الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة، حيث شهدت السنوات الأخيرة تنسيقاً وثيقاً تجاه القضايا الرئيسية. ولقد تبلورت ملامح العلاقة الاستراتيجية بين البلدين في السنوات الأخيرة لتمثل نموذجاً مبهراً للعلاقات العربية القادرة على مواجهة التحديات في مختلف المجالات من خلال العمل المشترك. والدعم المتبادل خلال الازمات حيث اتخذت دوله الامارات العربيه المتحده خطوات استباقيه لتقديم الدعم للدول العربيه المختلفه خلال الازمات السياسيه والاقتصاديه المتلاحقه واخرها جائحه فيروس كورونا المستجد والتي وجهت ضربه قويه للاقتصاد العالمي وما اعقبها من, من اندلاع الازمه الروسيه الاوكرانيه التي أحدثت موجة من الاضطرابات الاقتصادية والتغيرات الجيوسياسية على مستوى العالم، وضاعفت التحديات المتعلقة بتوفير التمويل اللازم لبرامج الرعاية الصحية والاجتماعية ومختلف برامج التنمية، وهو ما استدعى بدوره عقد الشراكات الفاعلة، وبالأخص بين دولنا العربية الشقيقة في محيطنا العربي. السيدات والسادة، في إطار الحديث عن الشراكات أود أن أختنم هذه المناسبة للإشادة بحجم الشراكات الاستثمارية والتجارية والصناعية بين مصر والإمارات والتي انعكست زيادة وتيرتها في السنوات الأخيرة إيجابيا على حجم الاستثمارات الإماراتية في مصر وعدد الشركات الإماراتية العاملة في السوق المصري فعلى صعيد الاستثمارات الإجنبية المباشرة ترتبط مصر والامارات بعلاقات استثماريه قويه ولا سيما في الفتره الاخيره من خلال الشراكه المصريه الاماراتيه في تنفيذ عدد من المشروعات الاستراتيجيه، وهو ما انعكس في ارتفاع اجمالي الاستثمارات الاماراتيه المباشره في مصر لتسجل نحو 4.6 مليار دولار خلال التسعه الاشهر التسعه الاولى من العام المالي 2021 2022. 2022 لتحتل بذلك الإمارات المرتبة الأولى بين الدول المرسلة لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر بحصة تقدر بنحو 29% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتدفقة إلى مصر خلال تلك الفترة، ونحو 72% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة العربية المتدفقة إلى مصر خلال نفس الفترة. وقد حرصت الدولتان على تاسيس الدعائم التي من شانها تعزيز حركه تدفق التجاره والاستثمارات بين البلدين وهو ما ترجمه ابرام كل من جمهورية مصر العربية ودولة الامارات العربية المتحدة لعدد من اتفاقيات تشجيع وحماية الاستثمار وتجنب الازدواج الضريبي من اجل تشجيع الاستثمار وزيادة فرص العمل وتعزيز التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي بين البلدين. من جانب آخر تعتبر القوى العاملة المصرية رافدا رئيسيا للتنمية الاقتصادية في الامارات منذ عقود في اطار علاقات التعاون والاخوه التي تجمع بين البلدين والتي رسخ اواصرها المغفور له باذن الله الشيخ زايد بن سلطان ال نهيان مؤسس دوله الامارات العربيه المتحده. ففي هذا السياق شهدت تحويلات العماله المصريه العامله في الامارات ارتفاعا خلال الاشهر التسعه الاولى من العام المالي 2021-2022 لتصل إلى 3.3 من عشرة مليار دولار لتحتل الإمارات بذلك المرتبة الثالثة من حيث الدول المرسلة لتحويلات العمالة إلى مصر الحضور الكريم أود هنا أن أؤكد على حرص جمهورية مصر العربية على التوجه المستقبلي نحو المزيد من تعزيز الشراكات الاقتصادية الناجحة مع شقيقتها دولة الإمارات العربية ولا سيما من خلال التوجه إلى: أولاً، تنفيذ عدد من المشروعات الإنتاجية، لا سيما في المجالات الزراعية والصناعية، لزيادة مستويات الاكتفاء الذاتي، لتقليل مستوى تأثر الدولتين بالاضطرابات في سلاسل الإمداد العالمية. ثانياً، المشاركة الفعالة من قبل المستثمرين الإماراتيين في برامج الطروحات وآليات الشراكة مع المستثمرين الأجانب في إطار توجه مصر نحو تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة للأصول خلال المرحلة المقبلة ثالثا التنسيق والتعاون بين صندوق مصر السيادي والصناديق السيادية في الإمارات لتنفيذ مشروعات في المجالات ذات الأولوية بين البلدين لتعظيم العائد على الأصول الاستثمارية للدولتين وتعظيم ثروات الأجيال المقبلة رابعا مساهمه القوى العامله المصريه الشابه المتميزه في دعم جهود التحول الرقمي ولا سيما التحول نحو الحكومه الذكيه في ظل توجه الامارات لتنفيذ استراتيجيه الذكاء الاصطناعي والاعتماد على تلك التقنيات في تقديم الخدمات وتحليل البيانات بمعدل 100% بحلول عام 2031 حيث يمكن للكوادر الشابه المصريه المؤهله اكاديميا ان تسهم بشكل فاعل في دعم هذه الجهود وتعظيم المكتسبات العالميه التي حققتها الامارات في هذا الصدد. الاخوه والاخوات الكرام ياتي انعقاد احتفاليه اليوم ليتيح المجال لاستعراض الفرص الاستثماريه المتاحه ولعقد لقاءات ثنائيه بين ممثلي الحكومه وشركات القطاع الخاص هذا الى جانب اتاحه الفرصه للتعرف على احدث الخدمات التمويليه والاستثماريه والمنتجات التي تقدمها مؤسسات التمويل الدوليه والاقليميه المشاركه لدعم القطاع الخاص بين البلدين وهما يجعل هذه الاحتفاليه تمثل, تمثل محفلا لتوطيد أواصر التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين، ولتعظيم استفادة كل من مجتمع الأعمال المصري والإماراتي من الفرص التجارية والاستثمارية المتاحة في القطاعات المختلفة، وأبرزها قطاع الصحة والتصنيع الدوائي والتطوير العقاري وقطاع الخدمات المالية والتحول الرقمي وقطاع البنية الأساسية والاتصالات والزراعة والتصنيع الغذائي وغيرها، هذا الى جانب الفرص الواعده للتعاون المشترك بين البلدين في مجالات الاقتصاد الرقمي ودمج البعد البيئي والتعافي الاخضر وفي الختام اؤكد مجددا اعتزاز الدوله المصريه بالتعاون الوثيق والشراكه التنمويه المتميزه مع دوله الامارات العربيه المتحده الشقيقه في مختلف المجالات تعزيزا للمسيره التنمويه الناجحه للبلدين واتوجه بالشكر لكافه الجهات الاماراتيه والمصريه المعنيه المشاركه ولجميع القائمين على الاعداد والتنظيم الجيد لهذه الاحتفاليه مع تمنياتنا لكم جميعا بالتوفيق والنجاح والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته